بالوكالات السياحية، الفنادق العمومية والخاصة اللي عندها كذلك دير الامتياز بالنسبة اللي لحقت درجة من 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 من, من الامتياز في أدائها وفي خدماتها وفي النقاء وفي جميع الخدمات اللاحقة، وكذلك الأمر بالنسبة للصناعة التقليدية حاولنا باش نجيبوا الممتازين في خصوص بخصوص كل الحرف، جبنا مام حتى الحرفيين الفنانين أو الفنانين الحرفيين باش نعطوا صبغة متميزة ونعطوا صبغة الامتياز لهذه الطبعة. وراكم شفتوا إن شاء الله معنا مدة 3 ساعات وننظروا، تبان القصر صغير ولكنه كبير لأنه فيه منتوج جزائري، منتوجات جزائرية للصناعة التقليدية والحرف، وفيه منتوجات كذلك اللي تقدمها الجزائر لأبنائها باش يروحوا يشوفوا يكتشفوا الوطن العزيز العظيم هدايا. وهذا الصالون داخل كذلك في استراتيجية الحكومة في استراتيجية الدولة اللي تقوم بها لترقية الوجهة السياحية الجزائرية، وكذلك في إطار سياسة السيد في إطار سياستنا نحو الذهاب نحو الامتياز في الإنجازات. ما يخفلكمش بأنه بالنسبة للمنشآت الفندقية فيه العشرات من الفنادق تنجز سنويا، بالنسبة للصناعة التقليدية كم شفتوا كيفاش لحقت يعني من درجة من الجمال والجودة التي يجب علينا أن نلقى لها مخارج أو أسواق خارجية وأن نحسن من النوعية. نفس الشيء بالنسبة للغاسترونومي. إذن في الصالون هذا اليوم إن شاء الله راح يدوم على مدة 3 أيام، فيه راح يكون صالون كما قلنا متميز، وفيه ديبا، فيه أولا عدد المشاركين الحق 100 مشارك، وعدد الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة اللي شاركت حوالي 5 دول اللي شاركت في هذه التظاهرة اللي نعتبرها تظاهرة يعني متميزة، لأن الهدف نتاعها الأساسي وهو أننا نمشي نحو السياحة ونشجعوا السياحة الداخلية. ودرنا في هذا المركز القريب كذلك باش نشجعوا السكان المواطنين الجزائر العاصمة والأحياء القريبة باش يجوا يكتشفوا ويعرفوا مرة أخرى الأشياء اللي نقدمها في السياحة والصناعة التقليدية، وخاصة بالنسبة للسياحة الداخلية وتشجيع السياحة الداخلية على مستوى التراب الوطني. شفتوا أن كل ولايات الوطن حاضرة بمنتوجاتها المتنوعة وبأفكار جديدة وبسيركوي جديد وبنمط تسيير جديد. الشيء الآخر اللي ربما يتميز هذه السنة وهو أننا جبنا عدد كبير حوالي 20 أو 25 مؤسسة ناشئة لستارت اب، وهما مؤسسات اللي بدأت منذ سنة تقريبا تخدم تعمل معنا، واليوم جسد العمل تاعها من خلال هذا المعرض، وشفنا كذلك بأنها راهي تساهم وراح تساهم بقوة سواء في الصناعة التقليدية أو في السياحة في خلق فرص عمل إضافية وفي بيع أو في إعطاء صورة لائقة لهذا الوطن الكبير. ونحن في عز موسم السياحة الشتوية والسياحة الصحراوية نقدر نقول بأنهم هذه الستارت اب وهذه المؤسسات الناشئة راح تساهم بشكل كبير في جلب السياح السواح الوطنيين وكذلك السياحة الخارجية، لأنها تعطي صورة أخرى مختلفة عن الجزائر اللي يشوفوها في وسائل الإعلام. والحمد لله بفضلهم قدرنا نعطوا هذه الصورة الجميلة للجزائر من خلال جميع الحركيات اللي تعيشها الجزائر هذه الأشهر. إذن فالصالون يدخل في صلب سياسة الحكومة وفي صلب سياسة الدولة الجزائرية لترقية السياحة وترقية الوجهة السياحية للجزائر. ونظن معرض هذه السنة أعطى فكرة يعطي فكرة جميلة وفكرة جديدة متجددة حول السياحة الوطنية وحول الآفاق المعهودة للسياحة الجزائرية. وآفاقنا واضحة اللي هي منبثقة من المخطط الوطني للترقية السياحية آفاق 2030. إذن فنحن في صدد تنفيذها بكل هدوء وبكل قوة، بكل هدوء وبكل قوة، وإن شاء الله نلحق المبتغى تاعنا.
مرة أخرى نشكركم ونشكر وسائل الإعلام اللي بالفعل الإخوة الصحفيين والصحفيات كانوا فعلا يعني شريك لنا في جميع المجالات، شريك لنا لما نديروا الخرجات الميدانية، شريك لنا لما نقوم بعملية الكولوك والملتقيات لترقية السياحة الداخلية والسياحة الوطنية، شريك لنا لما يكونوا فيه ليزيديكتور، كانوا حاضرين في كل المناسبات وكانوا يعطوا صورة جميلة للسياحة الجزائرية. تبقى فيه بعض الإشكاليات أو النقائص، فهذه النقائص بالفعل ممكن تكون موجودة، ولكن إن شاء الله بالتعاون جميعا ننجزوها، ولكن لازم يكون مجهودنا متجه في اتجاه واحد، وهو ترقية السياحة الوطنية، ترقية وجهة الجزائر، وتشجيع الشباب الجزائريين والشابات الجزائريات للذهاب نحو الجزائر الكبيرة، هذا الوطن القارة، لأنه والله يعني تشوف يعني مرافق سياحية والفنادق والقرى السياحية التي أنجزت خلال سنوات قيد الماضية، وكذلك الهياكل القاعدية، كلها تعتبر مرجعية بالنسبة لأفريقيا ومرجعية بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو. إذن فهنيئا لنا بهذا المعرض. احنا هذه الإشكالية أو ما نسميهاش إشكالية، وإنما هذا جزئية الفيزا تعتبر بالنسبة لي جزئية، لأنه الجزائر دولة ذات سيادة، دولة عندها هيبتها، عندها قيمتها، عندها همتها على مستوى البحر المتوسط، على مستوى أفريقيا، وهي دولة آمنة. وشفتوا التقارير الأخيرة تاع جميع الدول، جميع التقارير العالمية تثبت بأن الدولة الجزائر تعتبر من مثابة الدول الأكثر أمنا في العالم، لذلك فإننا لا نخاف من شيء. بالنسبة للفيزا فإننا قلنا بأنه فيه عمل يجب أن نقوم به، عمل أكثر يلزم أن نقوم به على مستوى الخارجي، على مستوى المصالح الأخرى، فيه كما كنا نقول دائما فيه خلية عمل تشتغل على مستوى القطاعية، على مستوى عدة قطاعات، على مستوى وزارة الخارجية، وتساهم راح تساهم بطريقة أو بأخرى في إيجاد الحلول للإشكاليات بالفيزا. أما بالنسبة لبعض الدول فإنه العام معاملة بالمثل، فالجزائر دولة ذات سيادة وغيورة على وطنها وغيورة على حدودها وغيورة على كل الأمور هذه، فعندها الحق بأنها تعامل بالمثل للجميع المواطنين اللي ساكنين في الدول اللي تتعامل معها عن طريق الفيزا. أما بالنسبة للوكالات السياحية سيدتي الفاضلة، فإننا نقول بأنه الوكالات السياحية الأمر لا يتعدى 48 ساعة، 72 ساعة، 3 أيام، 4 أيام للاستفادة من الفيزا على مستوى أي قنصلية أو أي سفارة في الجمهورية في الخارج، لأنه لما تكون وكالة سياحية موجودة هنا في التراب الوطني ويكون عندك القائمة تاع السواح 20-30 سائح حابين يجوا، تعطيها للقنصلية ولا السفارة، فإنهم يستفيدوا من الفيزا نتاعهم في ظرف وجيز وظرف قصير. أما الفيز الفردية فهي تخضع لقوانين الجمهورية الجزائرية، ولا أحد فوق قوانين الجمهورية الجزائرية. Je pense que vous avez pu constater que cette édition est une édition d'excellence. Nous avons choisi une centaine de partenaires. Ces partenaires-là sont des hôteliers, les hôteliers qui ont réussi à, sur tous les plans, au plan service, au plan qualité et au plan réalisation, et ceux qui ont pu attirer plusieurs la clientèle et ont eu un taux d'occupation assez important par rapport aux autres et par rapport aux services et par rapport à leur rôle dans le développement de l'image de l'Algérie. La seconde chose, c'est par rapport aux agences de voyage, nous avons choisi aussi l'excellence par rapport à leur engagement dans le réceptif. Le réceptif, c'est très important pour l'Algérie. Et comme je l'ai signalé à votre collègue là, nous sommes en train de travailler pour développer le réceptif en Algérie. Nous avons des marchés et des niches que nous sommes en train d'explorer et par rapport à l'Europe de l'Est, par rapport à la Chine et le monde anglo-saxon. Nous avons réalisé récemment un colloque on a incité les autres pays anglo-saxons et les Chinois pour essayer de faire des séjours, organiser des séjours en Algérie. Il y a un travail qui se fait dans ce sens et nous allons continuer à le faire. Donc nous avons ici dans ce salon cette année, nous sommes allés vers l'excellence dans le réceptif avec les agences de voyage et l'excellence dans l'hôtellerie en matière de qualité et en matière de service. Et il y a aussi l'excellence aussi par rapport aux partenaires nouveaux qui sont les start-up. Il y a une vingtaine de start-up qui sont là avec nous. Donc c'est pour vendre une image
nouvelle de l'Algérie, l'Algérie de la jeunesse, l'Algérie qui est en plein développement. Et c'est ça l'image que nous voulons, l'image que le jeune Algérien doit avoir sur l'Algérie, et que ces outils peuvent contribuer d'une manière définitive à faire à ce que les jeunes Algériens voyagent dans leur pays, découvrent ce magnifique pays et découvrent la diversité culturelle, raciale et ethnique de cette Algérie qui fait que nous sommes un seul peuple, un peuple uni autour de principes généraux que nous avons, tels que le principe du 1er novembre et autres. وزير السياحة ليس له أن يعطي أرقام يعني ما أنا بالنسبة لي تبقى مجرد أرقام، لأنه الأرقام لكن عهدك ونأكد لك باللي راهي ستتضاعف وسوف تتضاعف خلال السنوات القادمة. أما بالنسبة للمسارات فكما تشوف في خلف الصورة فكل المسارات مفتوحة، مسارات سياحية مفتوحة في الجنوب الجزائري جميعها مفتوحة، يبقى مسار واحد هذاك المسار متعلق بين جانت وتمرست، فبظروف اللي تعرفوها كلها راه مغلق، ولكن هذا ما يمنعش بأن السواح الوطنيين يقدروا يزوروا المنطقة هذيك بكل حرية. أما بالنسبة لباقي الجنوب وباقي التراب الوطني فيه مسارات مفتوحة وجميعها مفتوحة، إلا أننا فيه المرافقة الأمنية كما في كل الدول، فالمرافقة الأمنية شيء واجب المفروض أنها تكون وراهي كاينه في الجزائر، ويجب على السواح الاجانب او الوطنيين او اللي حاب يزور كيما يجي البلدان الاخرى يجي الجزائر بمرافقه امنيه، لان نخافوا على سلامتهم ونخافوا على صوره الجزائر، الجزائر مصدره للسلم والامن. فيه برنامج واحد للسياحه، هو برنامج الدوله الجزائريه، هو مخطط الوطني للتنميه السياحيه المستدامه افاق 2030. عندنا فكره او عندنا اليات كيفاش ننجزوا هذه الاستراتيجيه هذه، وهذا المعرض والمعارض الوطنيه والدوليه داخله ضمن الاليات، وكذلك عدد الاسره والفنادق وداخل ضمن الاليات، وكذلك الافاق 2030 اللي هي 300 الف سرير و 10 الى 15 مليون سائح. هذه ما فيه اي حاجه تقدر تبدلها، لانه برنامج الدوله الجزائريه والدوله الجزائريه واقفه وازليه. اذا فالمخطط والمخطط هذا لو بلان استراتيجيك لو شيما ناسيونال دو ديفلوبمون توريستيك سي ان شيما كي ادوبتي بار لو غوفرنمون الجزائريان اي سي لونغاجمون دو غوفرنمون الجزائريان دو ليتا الجزائريان. دونك سي ان برنامج اللي لازم يمشي وراح يمشي ان شاء الله، بغض النظر على الاشخاص، لانه الاشخاص يمشوا ويجوا، تبقى الدوله، يبقى البرامج، يبقى الاستراتيجيات لا تتغير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركة اوناط، احنا متواجدين في المعرض تاع السياحة هذا باش نقدموا كل العروض اللي راهي جهزتهم الشركة للزبائن ديالنا، وهي العروض هذه متمثلة ببرامج سياحية في الصحراء تاع الجزائر. هو الوقت اللي رانا فيه هي السياحة الصحراوية اللي راهي في وقتها، تبدا من شهر اكتوبر حتى شهر افريل. ولونات قدمت عروض على الهوغار، التاسيلي، جانات، عندنا بالشهر ثانيك عندنا السيركوي دو لا ثورة في منطقة الثورة اللي يجمع عدة ولايات، وعندنا ثانيك برامج مقترحة في مدينة غردايا. يعني حاجة جديدة السنة هذه، احنا كنا راح قدمنا برامج بأسعار يعني جد مغرية، عندنا اتفاقيات مع الفنادق وخاصة مع الفنادق تاع اش تي تي، المجمع بيبليك تاع الفنادق، اللي قدم لنا يعني عروض تاع اسعار بانخفاضات لحكثر 50%، وهذا اللي يسمح لنا باش تكون العروض ديالنا يعني متنافسة وتكون في متناول الجميع ان شاء الله. في المشاريع الجديدة لحد الان احنا رانا دشنا يعني اقامه في ايغلي في مدينه بشار،
وعن قريب ان شاء الله راح اقامه ثانيه راح ندشنوها في مدينه تاغيت، والمدينه تاغيت يعني معروفه فيها طالب كبير، وكان السلطات يعني الولائيه تما مدونا يد المساعده يعني باش يكون فيه انشاء تما تاع اقامه تاع اونات ترفد واحد 100 سرير وزيد معها ان كومبين كي تاتونو في نفس الطاقه الاستيعابيه. وهذا ان شاء الله راح الخدمات راح تقدم تما كيف هي يعني نفس السياسه، هي الاسعار جد مغريه باش يكون يعني يكونوا برامج سياحيه في تناول الجميع ان شاء الله. احنا في الحقيقه ما عندناش ما كاش فرق بين الاجنبي والسائح الداخلي، يعني احنا في خدمه السياحه بصفه عامه، يعني باش نقول لك نفس البرامج ونفس الاسعار اللي راهي تتقدم سواء كان للسائح الاجنبي ولا السائح الجزائري. اللي يهمنا يعني باش يكون العدد كبير، ويكون يعني دائما يكون تكون البرامج ديالنا مستمره ويكون عليها طالب، ويكون الشغل يعني دي فاسون بيرمانونت في الميدان. صح السائح الاجنبي قليل شويه يعني، ولكن كاين، وهي نفس البرامج اللي تقدم لهم كلهم عندنا، ماشي يعني راس العام احنا هي راس السنه تصادف العطله الشتويه، احنا مقدمين عروض للعطله الشتويه راح تشمل راس العام ان شاء الله. والعروض هذه اللي قدمناها قلت لك على مدينه جانات، على الهوغار، في مدينه طامن راست، في مدينه بشار، ويكون ان شاء الله يكونوا دشنا الاقامه هذيك تاع ايكلي راح نشتغل تاع تاغيت راح نشتغلوا عليها تلك في اخر السنه ان شاء الله. يكون تركيز عليها، لا يكون يعني التركيز كاين يعني، خاطر احنا الطالب ديالنا راه تعدى الطاقه ديالنا الوقت اللي رانا فيها، وهذيك راح تكون يعني تكون نابور يعني تكون اضافه للخدمات اللي راح نقدموها. السياحه الصحراويه هو مستقبل الجزائر. يعني من ناحيتين، يعني من ناحيه الجمال تاع المناظر اللي كاينه في الصحراء، ومن ناحيه شساعه الصحراء الجزائريه، ومن ناحيه المده اللي نجم نسوقوا فيها المنتوج تاع السياحه الصحراويه، يعني كيما قلت لك هو 7 شهور في السنه، يعني من شهر اكتوبر حتى شهر افريل. وكي تقارنها يعني مع السياحه تاع لو بالنيار تاع لو بالنيار، البالنيار عندك شهرين في السنه، يعني باش تشوف يعني باش حتى في الشركات السياحيه ماذا بها تستثمر اكثر في السياحه الصحراويه ولا في سياحه اخرى ان شاء الله. معهد الفندقة والسياحة أنشئ في تأسس في 1971 من طرف الدشينة، من طرف السيد هواري بومدي المرحوم. هو مؤسس هذا طابع إداري عنده عدة نشاطات، المهمة الأساسية تاعو هي التكوين بالدرجة الأولى في عدة مجالات بين الطبخ، الإطعام، الإيواء والاستقبال. وعنده نشاطات ثانيه اللي هي التكوين المتواصل لا فورماسيون كونتينيو، والحمد لله عندنا اقبال ما شاء الله، كل سنه نستقبل تلاميذ دفعات كبيره من بينهم تقني وتقني سامي، وعندنا كذلك اختصاص اخر اللي هو عون مؤهل تقني مده سنتين، وفيه شهرين ستاج براتيك في الفنادق، والتقني سامي عامين زائد 6 أشهر ميموار مذكرة، وبعدين نعطيهم شهادة. والحمد لله في مناصب عمل متوفرة، والوزارة تسعى لهذا الشيء هذا، وفي فيه إقبال حتى المستوى التلاميذ. زمان كان يجي سنة ثانية ثانوي، السنة عندنا 64 باك بليس 2 صدر متخرجين جامعيين، لان لاحظوا بلي في اقبال كثير في مناصب العمل. هذه السنه عندي 37 ولايه، ونسعى ان شاء الله نكملوا حتى 48 ولايه، لانه معهد وطني يشمل كل شباب وشابات الشعب الجزائري. قيمه الاستيعاب للمعهد الطاقه بتاعه 300 طالب. لازم امتحان كونكور داكسي في بدايه السنه، يجرى الامتحان شفهي وكتابي، ومن بعد تكون هناك سيليكسيون
نخيروا لاكرام الاحسن من الاحسن. احنا كل سنه نشاركوا كمؤسسه تكوينيه بالدرجه الاولى، والحمد لله يكون دائما كان فيه اقبال هنا، كان هناك دي بريزونطاسيون تاع الشيء اللي راهم يخدموا فيه الاولاد من حلويات من طبخ من ريسبسيون، وكانت فرصه ان شاء الله فات علينا الوزير هنا والحمد لله. ولاحظتوا انه الاقبال كان مهم، هي الاشهار بالدرجه الاولى، تعريف بالمحت وجلب الطلبه بـ 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 باكثر عدد لنمتصوا البطاله. احنا شريك في الاقتصاد الجزائري. حضرنا بالنسبه للحلويات اكلات تقليديه اكلات، والحمد لله كاين هناك برنامج مسطر منذ 1970، والدبلوم الشهاده معترف بها حتى في الخارج، الاولاد يخدموا في كل المؤسسات السياحيه، المؤسسات العسكريه، المؤسسات التكوينيه. الحمد لله المجال معروف وعندنا سمعه طيبه. رساله لكل الشباب الجزائري، ابواب معهد الفندقه والسياحه مفتوحه لاولادنا، واحنا ان شاء الله في الخدمه، وان شاء الله نحسنوا للاحسن، ان شاء الله كل سنه يكون احسن من السنه، والحمد لله فيه اقبال وفيه وكل التلاميذ الموجودين في الفنادق الجزائريه ومشكورين على الروبورتاج هذا. شكرا، بارك الله فيك. So my name is Isaac Shimalis. I'm from Ethiopian Embassy in Algiers. أنا إسحاق شيمليس من سفارة إثيوبيا المكلف بالتجارة وبالسياحة. هذه مشاركة لنا ثانية من نوعها في معرض السياحة الجزائري السيتاف، واليوم نقدم للجزائريين نبذة عن الثقافة الإثيوبية والسياحة في إثيوبيا، وكذلك احتفالية القهوة، وهي أكبر احتفالية في إثيوبيا لأننا المصدرون الأوائل للقهوة في إفريقيا. نحن نود أن نشكر وزارة السياحة والصناعات التقليدية على رأسها السيد الوزير لدعوته لنا للمشاركة في هذا المعرض للمرة الثانية. شاركنا في المرة السابقة وكان معجب جدا بمشاركتنا وطلب منا المشاركة مرة ثانية، وإن شاء الله نكون مثال لبلدان أخرى إفريقية لترويج لمناطقهم السياحية. Our main purpose here is نحن نود تشجيع الجزائريين على زيارة إثيوبيا والمناطق السياحية الموجودة فيها، and in order to expose our culture to Algerian people because we are وكذلك تشجيع الإثيوبيين على القدوم لزيارة الجزائر التي تحتوي على مؤهلات سياحية كبيرة، وكذلك نريد أن نربط العلاقات ما بين الوكالات السياحية من البلدين. So once again I would like to thank the organizers and the tourism ministry for this opportunity. وفي الأخير أشكر مرة ثانية وزارة السياحة لدعوتنا للمشاركة، ونوعدهم أننا سنعزز العلاقات السياحية ما بين البلدين الشقيقين. I hope I will see Algerians visit Ethiopia. And also Ethiopians visit وإن شاء الله سنرى وفود سياحية تقدم من إثيوبيا لزيارة الجزائر، ووفود أخرى جزائرية تذهب إلى إثيوبيا. On participe à chaque fois dans les salons de tourisme. Voilà, et on essaie de contribuer le tourisme national par de nouveaux produits. Et là, on présente un nouveau produit, c'est l'assistance tunisienne. On fait de l'assistance automobile vers la Tunisie. Voilà, c'est les gens qui se déplacent au niveau de la Tunisie. S'ils ont un pépin au niveau de leur voiture et tout, on fait de l'assistance au niveau de la Tunisie. On est le pionnier sur ce produit-là. On fait les assurances voyage beaucoup plus, les assurances voyage. C'est l'assurance voyage à l'étranger. Les assurances de Janib Siahi ou Adjid Mohim, les Anouaï Attar ou Hafad Alayan et le Moumtalakat, l'Amma ou l'Khassa.
بالدرجه الاولى يعني. لا لا, لا, لا يعني تشجع السياحه وتاثرها ويعني المارشون باراليل سي تري امبورطون سي لاسيرونس بروبوز دي برودوي ادكوا بور لو توريزم او نيفو ناسيونال او انترناسيونال.